في إطار مهرجان جائزة محمد الجم للمسرح، بعد تجربة ديالنا مع المسرح المدرسي اللي مرت تقريبا 9 سنوات، ارتأينا من بعد عشنا هذه الحالة مع اليافعين مع الأطفال الصغار في المدارس، لقينا على أن هذوك الوليدات اللي تعاملنا معهم وهم مازالين صغار أنهم وصلوا لسن الرشد ولو كيقتحموا دور الشباب، فجاءت الفكرة على أننا نتعاملوا مع الرواد ديال دور الشباب في الأندية، لأن مسرح الهواة هو اللبنة الأولى أو الانطلاقة أو المدخل الرئيس للاحتراف. الحمد لله على أن التجربة الأولى في المهرجان الأول ديال جائزة محمد الجم مسرح الشباب السنة الماضية كانت ناجحة بكل المعايير وبكل المقاييس، وهذه السنة احنا بنفس الشيء، أننا من بعد ما اجتازنا المرحلة ديال الإقصائيات الإقليمية ثم الإقصائيات الجهوية في جهات المملكة 12 كانت تصفيات، والآن أن توصلنا ب 12 مشارك اليوم اللي غادي يأتسوا المهرجان إن شاء الله الدورة الثانية لمسرح الشباب. الحمد لله على أن كل أبواب مفتوحة، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع الناس اللي هما الجمعية الأم والفرع ديالنا، لأن الحمد لله عندنا 12 فرع في الجهات ديال المملكة كلهم حارصين على السيرورة وعلى الاستمرار ديال هذا المهرجان. وما ننساوش كذلك الشريك الرئيس اللي هو وزارة الشباب والثقافة والتواصل اللي دعمونا وكانوا يعني مرتاحين لهذا المشروع هذا، وحنا الحمد لله حنا كنجنيو الثمار ديالو، لاننا كنديروا تكريمات كنديروا جوائز تحفيذيه، كل الاشياء اللي هي تستعمل في المهرجانات الكبرى حنا الحمد لله كنديروها، وكنتمنوا ان شاء الله على ان هادشي يستمر ونحققوا النتائج اللي حنا كنطمحوا لها ان شاء الله. احنا سعداء بان نكون على ابواب انعقاد الدوره الثانيه لمهرجان الوطني لمسرح الشباب، وهو امتداد لتسع تجارب سابقة لجائزة محمد الجم انخضتها في مجال المسرح المدرسي. انتقلنا إلى مسرح الشباب إيمانا منا بأن المسرح الشباب هو الأساس، هو امتداد لتجربة مسرحية عرفها المغرب مرحلة الستينات والسبعينات، هي مسرح الهواة واللي كان يعتبر الوجه المشرق للمسرح المغربي، واللي شكل واحد المشتل زود المسرح الاحترافي بالكثير من الكفاءات في مختلف مجالات الإبداع من كتابة وإخراج وتشخيص إلى غير ذلك. فالهدف من هذا المهرجان هذا هو مد هذه الجسور هذه باش الماضي ما يتنساش، وفي نفس الوقت نعطيو فرصة للشباب الحاضر والمستقبل أنهم يشتغلوا. فهذا العام هذا تبارت أكثر من 400 فرقة مسرحية عبر ربوع المملكة في إطار الإقصائيات الإقليمية ثم الجهوية، واللي تبخضت عليها النجاح 12 الفرقة مسرحية الآن سوف تحضر لأشغال هذه الدورة هذه لتتبارى على مجموعة من جوائز المهرجان اللي تشكلت لها واحد اللجنة ديال التحكيم، يعني من أسماء وازنة. ثم هناك أيضا تكريم وجهين اثنين هما المسكيني الصغير كمؤلف ومبدع مسرحي، وأيضا كنزة فريدو كممثلة مخضرمة اشتغلت في الهواية ثم اشتغلت في الاحتراف.